نحن على بعد ساعات من انتهاء الحكومة الحالية، وسنغادر المنصب في هذه اللحظات. وأنا حقيقة أود أن أشكركم شكر جزيل لما قدمتموه من خلال مراكزكم ومناصبكم لما فيه خير هذا البلد. وأنا تشرفت أنه عملت في وزارة فيها هذا الجمع من القادة المحترمين الذين تتوسم بهم الشجاعة والكفاءة والإخلاص وكل العادات الجيدة.